كابتن احمد اجي لحضرتك، موسم كان صعب كجهاز فني، اتحطيته في مواقف صعبه كتير، فقدان لاعبين مهمين، اصابه كمان لاعبين مهمين، مواعيد تدريب وعدم وضوح الموسم، لان الموسم تم الاعلان عنه مؤخرا، يعني كلمني عن او متاخر، مش مؤخرا طبعا، متاخر، بدات الموسم متاخر جدا. كلمني عن الصعوبات دي كجهاز فني، وازاي كنتوا بتحلوها بالديالوج بينكم وبين بعض يا كابتن؟ الاول احنا بدانا كان الكابتن حمدي اتكلم معانا، قال لنا كل واحد يركز في الشغل بتاعه شويه كاداري او فني او طبي. بدينا يعني بدايه التمرينات اشتغلنا يعني على نفسنا الاول، وركزنا قوي على الشغل بتاع الفرقه وكل واحده ناقصها ايه وازاي نعليها فنيا. وكل شويه بنقعد مع بعض اجتماع مع بعض الجهاز الفني، نتكلم على كل لعيبه ناقصها ايه، نعدي بالناقصه ده وازاي نعلى بيه. كان على طول على كده. التغييرات بتاعه الماتشات دي كانت عامله لنا ازمه شويه، لان احنا حاطين خطه من بدايه الموسم شغالين عليها، فان الماتشات تتغير في وسط الموسم او تبقى في الاخر دي بتعمل لنا مشكله شويه، ازاي نضغط الشغل بتاعنا التمارين. وجينا في اخر الفتره بتاعتنا في الدوري بدينا نتمرن الصبح وبالليل واحنا في رمضان، والتمرين في رمضان دوت صبح وبالليل بيبقى صعب قوي بالنسبه للعيبه، وازاي تهيئ اللعيب انه يتمرن صبح وبالليل دي كانت صعب. انتوا يا كابتن اشتغلتوا على الجزء الفردي للاعبات تطويره، الجزء الجماعي، الجزء الجماعي. يعني انتوا اشتغلتوا، افهم من كلام حضرتك انتوا اشتغلتوا على تطوير السكيلز بتاعت اللاعبين كفردي يعني وبعد كده جماعي. وبعد كده بعد جينا في اخر الفتره اشتغلنا، يعني الكابتن حمدي قعد معانا احنا اتكلم معانا كجهاز فني، بدينا نشتغل نفسي مع اللعيب. احنا داخلين على بطوله مهمه، والبطوله دي مهمه، رفع المهمه قوي الحاله النفسيه للعيب في النهائيات. طب كابتن خلينا اتكلم عن المباراه الاولى للزمالك في الدوري اللي احنا خسرناها، كانت في رمضان بتهيألي صح؟ الاولى اللي احنا لعبناها كانت في رمضان، كانت في رمضان اللي في النهائيات البلاي اوف. نعم، وخلصنا متاخر جدا المباراه. نعم. ورجعنا الاوتيل متاخر كمان واحنا خسرانين، فكانت ليله يعني بيعلم بيها لربنا، اكيد اللاعبات نامت متاخر. عملتوا ايه بعد الخساره مباشره كجهاز؟ عايز تفاصيل، عملتوا ايه؟ احنا كجهاز خلصنا يعني الخساره دي، رجعنا على الفندق. كلمتوا في الملعب مع حد؟ لا، خدت كابتن حمدي اللعبات هم اللي اتكلموا، كابتن نهى قالت اللعبات اتكلموا، كابتن حمدي قال لنا خلاص هنروح الفندق بتاعنا وهنتكلم في كل حاجه مع اللعيبه واحنا كجهاز. رجعنا الفندق، رجعتوا على الفندق متاخر، متاخر صحرتوا خالص، ولا دخلتوا على الاول؟ دخلنا الاول اتكلمنا كجهاز، بعد كده اتسحرنا، بعد كده اتكلمنا مع البنات، مع البنات، والكابتن خالد العوض اتكلم معانا ومع البنات. خالد كان موجود كمان؟ كان موجود. يعني انتوا كابتن خالد كان بيدعمنا على طول في كل ماتش. احنا كجهاز اول ما رجعنا الكابتن حمدي اتكلم معانا، قال لنا انا باثق قوي في الجهاز والفرقه، وان شاء الله بكره هنكسب، بس عايزين نتكلم مع اللعيبه نحمسها ونحفزها ونديهم دفعه جامده. ان الماتش التحليل الفني بقى، حللتوا المباراه فنيا؟ طبعا حللنا. الاجتماع الفني كان امتى؟ مش يوميها طبعا، لا مش يوميها، كان تاني يوم قبل الفطار. قبل الفطار قعدنا احنا كجهاز فني مع بعض، انا والكابتن حمدي والكابتن ياسر، قعدنا بوينت بوينت كده، دي مشكلتها ايه، دي مشكلتها ايه، طب نعمل ايه في البوينت ده، طب نعمل ايه في اللفه دي، طب احنا هنشرح بعد كده ازاي مع الفرقه. قعدنا اتكلمنا في كل تفاصيل اللي تناسبنا ان احنا ان شاء الله نعدي الماتش الثاني ونكسبه. كسبنا الماتش الثاني، رجعنا عملنا ايه بقى؟ رجعنا طبعا مبسوطين. الكابتن حمدي اول حاجه قالها، قال لنا ديت مش هي البطوله، صح، البطوله الماتش اللي الاخير، خلاص ماتش وخلصناه. نفس اللي عملتوه رجعتوا سحرتوا، يعني قعدتوا كجهاز قعدنا كده، نفس اللي عملتوه الماتش الاول. هنلتزم قوي في الفندق ان احنا دلوقتي هنطلع كل واحد تركز في عيوبها وتركز ان بكره هي البطوله. نعم، لازم نفرح بكره ونفرح الجمهور ومجلس الاداره. مجهود كبير كانت تعليماته لينا كده، مجهود كبير يا كابتن، بجد والله، والف مبروك الحقيقه. الله يبارك، مجهود يعني بذلتوه.